شجاه الناس شجاه الناس امشي ما ويا الناس شجاه الناس شجاه الناس شجاه الناس امشي ما ويا الناس شجاه الناس انتي صرتي مشكلتي المحبة والخلاص انتي عذابي وحيرتي وصمتي انتي صرتي مشكلتي المحبة والخلاص انتي عذابي وحيرتي وصمتي يبعدوني يضيعوني يبعدوني يضيعوني لعبال الوهم والشك كل بنهم ينسوني لعبال الوهم والشك كل بنهم ينسوني تنسوني 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 أنا حبها سرب دمي ينام ويصحب عيوني شجاكم يا بشر قاضي ما ممكن تمنعوني مساء الخير عمه. اهلا عمه. اهلا وسهلا يا هلا بك. شلون صارت عواطف؟ عواطف زينه عمه، بس ترى اني خليت اسماعيل بن حجي عباس ده ينتظر بالقهوه وجيت بدي اشوف موضوع ايمان شلون صار. حكيت وياها؟ عمه انا حكيت وياها بس تبين ما لها رغبه. ليش عمه؟ ترى اسماعيل خوش ولد وطيب وبنوادم وما تلقى احسن منه. زين هي وين بدها تحكي وياها؟ هي ليها سمى جدتي. ليها سمى جدتي؟ شنو القضية عمة؟ يا عمة غير لازم عندها أشغال. أشغال إيش عمة؟ قبل كانت تشتغل ويا نادية وبطلت، هسه إيش عندها؟ يعني هسه أنت عود خايف على أمونة؟ عمة أسوي لك شوية شاي فتشي تشرب تاكل. أشكرك عمة أشكرك، أنا ما أقول خايف عليها بس صار اليومين دا أجي ألقيها ماكو، زين هسه شو أقول للولد؟ يا ابني قول له خلي ينتظرنا فتشم يوم بلكن اقدر احكي وياها اقنعها. قنعيها عمه قنعيها من الصالح تقنعيها. ايش عندها لي هسه قاعده؟ عواطف مو اصغر من عندها من زوجتوها. عمه ترى ما حد يستر لبنيه غير الزواج. الله كريم ابني الله كريم عمه. في امان الله. مع السلامه عيني. ترى هاي صدق طوختها وسوتها بلا معنى بهالطلعات مالتها هذه.
يلا دمياط. يلا دمياط. يلا دمياط. حلو أحلام. فوزي الله يخليك لي. طبعا لو نسهر نسهر سهرة من العمر للصبح. لا فوزي تعبانة. ماكو تعبانة. نسهر يعني نسهر. بعدين انا شو وعدتك؟ ايه؟ غمضي عيونك. غمضي. جيبي ايدك. افتح عيونك. اشكرك فوزي اشكرك. السيارة طبعا موجودة بالمعرض. باكر الصبح نستلمها. وبالنسبة لسيارتك بيعيها وفلوسها الك. لا فوزي لا. بالنسبة لسيارتي أنا عندي غير فكرة. داود ما عنده سيارة، خلي نعطيه إياه. داود؟ داود أخونا شبيك؟ جاب ببالك هسه داود. ليش هو داود ذاكرك إلك؟ فوزي أنا اللي عفت داود مو هو عافني. وعفت لخاطرك أنت. عفت أخويا قادر وطاهر وغيرهم. ليش نسيتي هم سووا بي احلام؟ نسيتي؟ كان الفلس حصر علي وكنت اجيهم للباب يطردوني طرد. شوفي شوفي هم وين واني وين. فوزي ما يهم، ذول اخوتنا ما لازم نحقد عليهم هالشكل. فوزي انت انسان طيب وقلبك كبير، وهي فكرتي عنك من كنا صغار، ولهذا اعزك واحبك. صار سيارتك انت وصرفي بيها. انا راح اعزم بعيد ميلادي واسلم لي اياها هديه. تعزمي فوزي؟ ارجوك لا تقول لها. اذا تقول هذا البيت بيتي مثل ما هو بيتك. البيت بيتك احلام، وصرفي بيه بكيفك. اشكرك فوزي، انا على طول فكرتي عليك بهالشكل. ماما ارجوش دا اقولش ما اتزوج. قوة خو مو قوة يا بنتي. انا خو مو دا اقول بالقوة، بس النصيب الزين ما يتفوت.
شو ولد طيب وابن وعديم وابوه كان صديق المرحوم الروح بالروح. ما كافي عاد سدين هالموضوع كافي. زين اغاتي سدينا هذا الموضوع والطلعات مالتك هذه. يا طلعات ماما يا طلعات بعد اشو عبالك البيت يريد ياكلك اكل يومية طلعين من الصبح ما ترجعين الا العصر وبعد يا المنذر هم قام يحكي. منذر مكلف بيه. شلون مكلف بيك؟ هو مو زوج اختك؟ مو له حق عليك؟ ماما اني مو طفله. ادري مو طفله يا بنتي بس احنا ناس معروفين وبعين العالم وخاف يطلع لنا فد واحد نلل ويحكي فد حكايه مو زينه بحقك. يعني هالمره الانذال هم لهم حق علي مو بس منذر. يا بنتي الناس بيت بله وترى اني ما اقبل بيت المرحوم هذا يلمس بحكايه وحده خالي بطال على مودك. زين ماما اتهمت هاي ايش اجا هاي عفتني ورحت وخليتني وحدي يا ابو عواطف. اهلا سميره. هلا بوفاء. هاي وين انتي؟ طلبالي عليك. كنت ادور على شغل. شغل؟ اي سميره انا هاي الشركه بعد ما اشتغل بيها. ليش وفاء؟ كلهم يحبونك وطلبالهم عليك اني استاذ حميد استاذ انوار. اعرف سميره اعرف بس انا هاي الشغلات الكتابيه ما احبها. بقى شغله ما اعمل مع الحلويات والأجور هم زينة. على كل الوفاء كيفك؟ أنا كل اللي أريده راحتك وبس. الو مساء الخير احلام. تهانينا بمناسبه الفوز. الو 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 تليفون بيت فوزي عبد الواحد سالم. بلي لا العفو البيت مو المكتب. شكرا. نعم اي شكرا. الو اهلا مساء النور. اهلا استاذ عادل اهلا وسهلا.
اهلا بيك. شكرا، الف شكر. هذا كله من اثر اللعب مالنا واحنا كنا صغار. بس انا كلش محرجه لان الكتاب اللي اخذته من عندك راح. اي بلي راح، ادري ما يهمك، بس انا لازم اعوضك، لازم اعوضك بمكانه. لا ابدا، عندي فشي راح اقدم لك اياه هديه بمكانه، ارجوك تاخذه، ارجوك. اهلا اهلا، مساء النور. شلونك؟ شكرا. طبعا انا اشكرك كلش لان هنيتني تذكرتني اولا، واسفة على الكتاب ثانيا، وتفضل مني هاي الهدية ثالثا. هذه احلى هدية ما اخذها بحياتي كلها. شكرا. وقل لي مبروك على السيارة الجديدة. بس اخاف ما تقولي مشبهه عليها مثل ذيك. لا طبعا. طبعا انا اسفه، كان بدي اقعد وياك بمكان واحكي، بس عندنا حفله بالنادي ولازم اروح. بوصلك المكان؟ انا بيتنا حول قريب. تفضل. يعني وضع ايمان ما دا يعجبني ابدا، اليوم هم رحت البيت وما لقيتها. اي وش صار يعني حبيبي منذر هسه صار يعني؟ شنو صار عواطف؟ شنو صار؟ اكو بنيه تطلع من الدائره وما ترجع للبيت؟ اي حبيبي منذر، بلكت عندها شغله منها. خلي تقول هاي الشغله شنو حتى نفتهم، حتى امك هم ما تعرف. منذر حبيبي، انت تعرفها الايمان كل الزين، يعني شو تريد تقول عليها؟ عواطف، تريدين الصدق؟ الانسان ينعرف بتصرفاته، وهذا مو تصرف مال بنيه متربايه ببيت المرحوم ابوك ابدا. طبيب لا ماكو داعي، هاي على طول هالشكل، بس ارتاح شوي. إيمان شوفي، هذا كله من ورا ذني المهدئات. ما أعرف إيمان حبيبتي، إيمان
شكرا. أهلا وسهلا. أنا آسفة عادل، أنا من رجعت لك تصورت رح أقدر أساعدك وأرجعك للدنيا وخليك تحبها، لكن هالمرة أنا صرت هم عليك. هم؟ كان لازم أعرف الوحدة التعيسة مثلي ما يجي منها غير التعاسة وبس. أنت ليش تعيسة إيمان؟ ليش ما تحكي لي؟ تحكي لي حتى بلكي بنقدر نعيش الدنيا سوية ونحبها سوية. أنا بعد ما أقدر أعيش الدنيا عادل، أنا انتهيت. الإنسان ما ينتهي، الإنسان على طول يقدر يبدي من جديد. عادل، إحنا واحد قاعد يحكي للأخ حكايات هو نفسه ما يصدق بيها، واحد يكذب على الأخ، واحد يحاول يجيب الأخ للدنيا هو نفسه ينهزم منها. أنا بعد ما انهزم إيمان، على الأقل خاطرك أنت. أنت شفتي بيتي اللي كان منفي شلون صار؟ مرات الواحد عايش ببيته وهو شيء على الأقل علمتك سياقة. استاذ، هذا القاع اللي قلت عليه. هاي نعم استاذ، هاي مو هاي، هاي قطعة. هذه استاذ القطعة، بدي أشرها زين. صار استاذ، هذا القطعة راح تنباع بالمزاد العلني. نعم، بس أنا أريدها إلي. صار استاذ، صار معلوم. صار معلوم. أبو جميل راح يزيد. أبو جميل بس طبعا تمر علي. نعم زين، ادفع له قد ما يريد. قد ما يريد استاذ، بس ينسحب من المزاد. صار معلوم. صار معلوم. اعتمد عليك. اعتمد استاذ، يعني بعد ما بيها انتهت يعني اليوم. مساء الخير. يلا يلا، حاول قدام، حاول قدام بسرعه. يلا يلا، مساء النور. تفضل بسرعه. ها صار استاذ. لكم بيالات فوزي، هياتن الفلوس، بقى عندي وما رجعن خطيبي. حكيت له على كل شيء وطلع انسان شريف وشهي ومسامحني على كل شيء. انطني الكوبيالات اللي كاتبهن علي وخليهن للصور الك تفرج عليهن سيد فوزي. هني راح انطيك الكمبيالات. تنطيني اياهن بحقي. اي بس منتهى، اذا طلعت منك حكايه وحده. انا ما اخاف منك. ولا انا خايف منك، لان انت ما عندك علي اي دليل، فالسكوت احسن لك. هلا فتشي راجع لي كمبيالات. أشوف هنا أول. سلام. هلو. نعم، عدنان يتكلم. منو؟ استاذ فوزي، شلونك عيوني؟ مشتاق لك استاذ فوزي.
الله يخليك. تأمر؟ تأمر أمر أستاذ فوزي. لا، نص ساعة عن يمك. مع السلامة. مصطفى. بلي. تعال تعال. أنا عندي شغلة أروح وأرجع، خاف أحد يخابر علي. قل له يرجع ساعة ساعة ونص هناك. حاضر. زين؟ حاضر. في مال الله. اسمع مال التليفون رأسا انت خابري بسرعة. الو بلي، بلي فندق شروق. عيني، عادل طلع، طلع ببيت أخو. منو؟ نادية. زين، قل لي، عدنان يعرف بالمخابرة اللي تخابريها أنت؟ ما طول ما يعرف ليش تخابريني يا بنتي؟ سلمان؟ تقول ماكو نادية، ما اعرف هالنادية. هاي واحدة من قرايبنا خليتها تخابر. شكرا عيني شكرا. مصطفى انت ليش تلح؟ صدقني انا ما اعرفها ولا شايف. تقولها يا بنتي وما تعرفها سلمان. ما اعرفها. عدنان يعرفها. ذاك عدنان وروح اسأله. كل هذا سويته بالولد وطلع تعرفوها للبنية. صدقني مصطفى أنا كل علاقة معي اللي بالموضوع أنا أخاف الله. سعد ليش ما خفتوا الله من كذبتوا على الولد وسويتوا مريض وعنده واهمة؟ مصطفى مصطفى ترى حتى أنت تعرف بي واهمة ويصفط حكي على بنات الناس. أخويا قصر بجمع ذاك عدنان وروح اسأله أنا يا والتي. تفضل. اهلا اهلا عدنان. اهلا 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 بيك. اهلا. تفضل استريح. تفضل. اشكرك استاذ. الله بالخير. الله بالخير استاذ وشكرا. قل لي ايش تعرف عن منتهى عدنان؟ أستاذ هذه اللي كانت ويا صبري؟ هي هاي اللي كانت ويا صبري. أستاذ يعني أنا ترى ما أعرف عنها شيء. بس أنت مرة كلفتني قلت لي جيب لي الصور مالتها وياه. وأني أتخطر يعني بوقتها جبت لك صورتي. هاي. وبعد؟ هاي يا أستاذ. هذه منتهى. تعرف شيء عن شغلتك مال الادوات الاحتياطيه مال السيارات؟ لا لا هذا يعني مستحيل. بعدين لا تخاف لا تخاف لا تخاف. بس اني اعرف. ادري استاذ. اسمع عدنان منتهى اخاف تندلك وتجيك. ما اوصيك حكايه وحده ما تعرف عن موضوع نادية. ابد استاذ. بعدين هاني نفسي يعني ما اعرف شيء عن نادية. استاذ استاذ فوزي انت تعرف كل زين اني ما اسوي شيء اذا مو انت راضي عنه وتوصيني عليه. بس انت هم حاولت تعرف
لما وصلت العادل حاولت تشوف هالنادي مو؟ يستحيل استاذ فوز يستحيل. انا حكيت لك بوقتها حكيت لك وقلت لك هو لح علي قال لي لازم توصلني عليها وانا يوم وصلت. استاذ فوزي انا كنت متصور هذه ناديه يعني هي ناديه خطيبتك بس بعدين من شفتها عرفتها مو هي. على كل عدنان حتى هذا اللي وصيتك عليه ما لازم تعرف بيه منتهى. ابد ابد استاذ دير بالك زين ترى منتهى ذكيه وحلوه اخاف تجر رجلك وتروح تحكي قدام حكايه غلط. مستحيل مستحيل استاذ انت شلون تقبل. هاي خلاص شكرا استاذ جمال الله جمال الله. خمسة خمسة أربعة ستة خمسة خمسة أربعة ستة شو هذا مسجل هنا خمسة خمسة أربعة ستة اثنين خمسة خمسة أربعة ستة الحبل زين ليش ما كاتب فوزي ليش كاتب الحبل تليفون مال بيت فوزي لا ليش كاتب الحبل الحبل انا اقول لك شغلتي شنو انا اصفق بيدي هالشكل واقول افتح يا سمسم شغلتي اكو عندي حبل كل ما جرى تنزل عليه الفلوس هذه شغلتي الحبل مساء الخير اهلا منتهى شلونك عادل؟ أنا زين بس أريد أحكي وياك في الموضوع إذا ممكن. تعرفين واحد من اللي يعرفهم صبري اسمه فوزي؟ هو أنا جايتك على موضوع فوزي. البنية اللي تدور عليها ما حد دازها غير فوزي. ما معقولة. لا لا يستحيل. فوزي؟ فوزي عبد الواحد. زين لوش دازها؟ منين يعرفها؟ أنا ما أعرف منين يعرفها بس أنا أعرف لوش دازها على العقود مرت الأراضي العقود؟ الأراضي؟ أراضي بالكذب أراضي بالكذب كان يبيعها فوزي وجماعته للناس لكن جماعته كلهم انسجنوا ما عدا هو طبعا لأن هو كان يعرف شلون ما ينطي لازم عليه والعقود؟ العقود؟ هي هاي اللزمة الوحيدة عادل العقود اللي على الصبري هن العقود اللي عليهن التوقيع مالته وجابن على صبري لأن صبري واحد من الناس اللي تقشمروا واشترى قطعة أرض منهم وبدل ما يودي العقود للمحكمة سواها الحبل يجرها توقع عليه الفلوس لكن إيمان
نادية. نادية. نادية نفس اللعبة مالتي. مثل ما دزوني أني على صبري، دزوا نادية عليك. لا لا. مستحيل. نادية غير شكل. لا غير شكل غير شكل. أي. أني هم كنت غير شكل بالنسبة لصبري. وأنت هم قلتي لي أحبك صبري؟ لا. أنا ما قلت لي أحبك. لأن أني فعلا كنت أحب صبري. وكان المفروض نتزوج. لو ما ذاك اليوم المشؤوم اللي شفنا بيه مجيد. مجيد؟ مجيد عبد الودود؟ إي بلي. مجيد. صديق لصبري. يعني بالتمثيلية مالتكم هم كان مجيد. زين احكي لي شلون عرفتين مجيد؟ فد يوم كنت قاعدة بالمكتب مال فوزي واجا مجيد يدين 500 دينار وشوفني هناك وورا اسبوع واحد كنت انا وصبري قاعدين في فد مكان ودنسولف وباخر سعادة لما لمحت مجيد هو فايت خفت لاخر درجة خفت ليسألني على فوزي قدام صبري ويخلي يعرف بعلاقتي بيه واحد من نشوف الله يساعدهم هلا مجيد شلونك اهلا مرحبا اهلا بصراحة صار يومين ادور عليك صبري وقبل شوية شفت جماعة قالوا لي انت هنا قاعد خيرا تسمحوا لي شوي اقعد يمكن لا 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 احكي وانت واقف مكان ما يكفي احكي تفضل ايش رايك اولا انا مشتاق لك صبري انت ما تشتاق لاحد مجيد قول ايش رايد وفضني منتهى مو غريبه بصراحه صبري يعني محتاج احكي بصوت عالي قول لي ايش رايد وفضني ايش محتاج بصراحة صبري محتاج يعني فد 500 دينار عادي زمان مجيد يداين فلوس من صبري ابن جميلة تتذكر قبل من كنت تركض وراء عادل وتقول له عادل ابن جميلة كنا صغار صبري وذاك زمن وراح اخ مجيد من كنت تولي انت مو قلت ذاك اليوم راح داين فلوس من فوزي بصراحه مريت على فوزي قبل اسبوع وللامانه والصراحه حتى الاخت هم شفتها هناك منتهى انت اكثر من مره قايل لي اني اروح يم هذا فوزي وانا كنت اريد امشي وبصراحه قلت يعني قلت بلكه تلقيك هناك ايه وما نطاك مو؟ قل لي هسه ما عندي ومر علي بعد كم يوم. كان يضحك عليك طبعا. وكنت اعتقد القضية مرت بسلام. لكن صبري كان ذكي. ذكي وبليس. ضمها بقلبه لما كمل الحكي ويا مجيد وصرفه. وندار علي و انت شلون دليتي مكتب فوزي؟ انت دليتني. يعني شو وقت؟ قبل شهرين ثلاثة كنا أنا وياك فايتين من هناك وقلت لي قلت لي هذا مكتب فوزي إيه ما دا أتذكر وبدأ يشك بي ويراقبني إلا أنا أعرف كل شيء وطردني كل هاي على مود عقود ورق كتابة وتواقيع وانا كنت احس بنفسي عايش بحلم قصة حب بخيال ورق وكتابة وتواقيع الو اهلا مصطفى اهلا وسهلا نعم
أعرف أعرف مصطفى أعرف، كلهم كانوا يكذبون، سلمان وعدنان والكل. هسا عرفت كل شيء، القضية كلها عرفتها. بس أنت اسكت ولا تحكي أي شيء. مع السلامة. مسرحية مسرحية حقيرة. بس دير بالك تظلم هالنادي اللي قدام عادل، جاهز تحبك وجاهز بنية مسكينة ورطوها وياهم. لكن هي العقود وينها؟ إذا أنت ما لاقيتها لحد وينها؟ نادية. قلت ليش نادية؟ مستحيل لاقيتها، لأن أنا مدور أوراق صبري كلها قبل ما أعرف هالنادية، وما كانت بيها عقود مالها راضي. لعد ماكو غير صبري منطيهن الأحد، لا ضامهن عند أحد. يعني عدمن انت اعرف عادل؟ انا ما اعرف احد من جماعه صبري، انا ما اعرف كل احد. انا كنت عايش برا هاي الدنيا منفي، لما حسيت نفسي عايش من صدق طلعت عايش بمسرحية ممثل، حتى الدور مالي هم ما أعرفه شنو. هذا الموعد مال نادية، هسه تجي ارجوك من منتهى الطلعين، لانه ما اتحمل اشوف ناديتين بمكان واحد. ناديه؟ بلي ناديه، شفتها وعرفتها. ما دام شفتها اسالها عادل، اسالها. اسالها؟ اسالها عن شنو؟ العقود؟ فوزي؟ الأراضي؟ أنا هذه كلها ما تهمني، الدنيا مالت العقود والأراضي ما تهمني، ما أعرفها، غريب عنها. أنا مرة واحدة بحياتي أريد أصير بها قوي، والأحلام السخيفة اللي عشت بها عمري كله أطردها هسه ومن هذا الباب وللأبد بشخص واحدة اسمها نادية، حتى أعيش من جديد. أنت إنسان طيب عادل. لا أنا مو طيب، أنا ضعيف. لساني أتذكر حكاية صبري من كنت صغير. عادل أنت مو ولد، ما عندك إيد، تعلم شلون تضرب. بس لازم تعرف المن تضرب عادل، وما تعيد الغلطة اللي سواها وياي صبري. أنا شوف هالنادية زين وعرفها، اتأكد من عدها. فوزي فد واحد خبيث، وجايز نادي هم مثلك انت، ممثلة وتعيسة، واللي يضرب التعيس مو قوي عادل، القوي اللي جرب ضربته باللي اقوى من عنده مو بالتعيس. نادي عادل، أنا إيمان، أنا أكره النادية وأرد أنساها، أنا مو نادية. مرحبا عادل، شلون الصحة؟ ذاك اليوم المخرج مو خبرك على مود اشوف البروفو من المسرحية مالتك؟ شو ما اجيت؟ انا فعلا متأسف. انا اعرف السيما شاغلتك، حتى انا مدى اقدر اشوفك الايام،
بس ما قلت لي عادل، ما عرفت القضية شنو، ما سألتها يعني، يعني ما عرفت هي إيش رايدة تأخذ منك، صورة من، رسالة من، ما سألتها ما عرفت. عادل أش ما تجاوب عادل، ما عرفت أقول لك، ما عرفت. لا لا كل شيء ما عرفت، ما اريد اعرف كل شيء. زين بس انت لازم اسوي لك مره حتى اشوفك. صار صار، مع السلامه. مساء الخير. هاي شنو عادل؟ هاي شلون قاعد هنا؟ البيت كله مخنوق، ظلمة، حتى شباك لما فاتح. الشمس ربيع مو بالجو نادي، ربيع والشتاء هنا بالنفس. واخيرا عادل ما راح تنسى هالنادي. يا ريت يا ريت لو اقدر انساها، بس شلون انت وياها مثل المراية والشخص؟ لازم تفرق بين المراية والشخص عادل، وتكسر واحدة منهم. الشخص والمراية لازم تقرر عادل هسا وللأبد، لو نادية لو إيمان، اختار واحدة من عندنا. ما تقدر. وأحسن شيء ننسحب اثنيناتنا، نادية وإيمان. بس قبل هذا خلنا نقدم لك هدية عادل. نادية اللي تعرفت علي بس أنا سستها. مساء الخير. مساء الخير. أهلا. مساء النور. رجاء وفاء موجودة؟ وفاء مع الأسف بطلت منها، راحت تشتغل معمل مال حلويات. يا معمل ما أعرف بالضبط. زين أقدر أشوفها بلا زحمة؟ هي ساكنة ويا موظفة هنا تشتغل، لا تحبين أدليش عليها؟ يا ريت.
صار يومين يتصلون بي من المسرح حتى احضر بروبات المسرحيه وما ادري اروح ليش. لانه انا دا اعيش الايمان وحده وبس. بس هم لازم تعيش لنفسك عادل وللدنيا. انت هم انت هم لازم تعيش هالشكل. طبعا تجيني على المسرح؟ لا انا ما يعجبني اروح لاي مكان. انا هم ما احب اي مكان اروح له اذا مو انت بي. يعني لو انت نفسي من الدنيا كلها لو تجيني وياي. باكر باكر مرحبا ايمان. اهلا ايمان. شلون الصحة؟ شلونش ايمان؟ العفو اخاف حشرت نفسي وصرت فضولي. لا لا ابد ايمان تفضل. عفو اقدم لك عماد عبد العزيز رسام وفنان الاستاذ عادل ابراهيم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اسمح لي استاذ اقعد دقيقه واحده اعاتب بها ايمان واقوم. تفضل. شلونك ايمان؟ شلون الصحه؟ انت وين عايشه ايمان؟ بهالدنيا ايمان. ابدا انت ما عايشه بهالدنيا ايمان. المعرض معقول تعوفين المعرض اللي كنت كاتله نفسك عليه؟ عفنا من المعرض هسه ايمان. قولي باسمه شلونها؟ شو وقت تتزوجون؟ هاي راح تبقى على المعرض والمبيعات مالته. بصراحه اقول لك ها ولو انا يعز علي اقدم لك بطاقه الدعوه للمعرض واسمك ماكو بيها لكن هذا واجب. ايمان ما عندك فد اربع خمس لوحات تعرضيها ويانا بالمعرض؟ الاشياء الحلوه اللي كان ببالك ترسميها وينها؟ بعد ماكو اشياء حلوه ببالي عماد. اللوحات القديمه شققتهم كلهم. ما معقوله. ارجوك عماد لا اقول لك اني بطلت. اني بعد مو رسامه. انسى اني رسامه. خلينا اصدقاء وبس. صاير شي ايمان؟ شكو؟ أرجوك إيمان دا أقول لك كافي. أنا آسف. مع السلامة سميرة. شو أمك تأخرت؟ مو خطية دربها بعيد من نوادي. أنا أروح أسوق مكان. حبيبتي وفاء أنت يمين تتعبين هواية بشغلك. بابا أنا تعبي هنا أنا ما يساوي نص التعب اللي كنت تعب ببيت ياسين المسعود. بعدين أنا هتعب هنا نفسي يعني مو غيري. سميرة اكو فد منية جاية علي شفتها من السطح. اذا سألت وفاء هنا قولي لها مهنة قولي لها راحت وقولي لها طلعت قولي لها عافت البيت. الله يخليك سميرة. زين الله يخليك. مساء الخير. مساء النور. رجاء وفاء موجودة؟ من حضرتك؟ انت ما تعرفيني بس هي تعرفني. زين وفاء عافت البيت راحت منا. يعني وين راحت؟ ما اعرف عافت البيت وراحت. بس انا ادري بها هنايا. انا بس اريد احكي وياها حكاية. قلت لك مهنانة. زين اشوفها مرة ثانية. مع السلامة. مع السلامة. وفاء منو هاي؟ هاي منيش انت عارفها وهسه ما اريد اشوفها. انا اتذكر هاي اللي اجتي عليك للشركة مو صحيح وفاء؟ بلي اجتي. وثاني يوم اللي اجتي بطلتي من الشركة وقعدتي هنا بالبيت. لا لا ما الها علاقة. لا وفاء الها علاقة. ايش عندك وياها؟ Thank you.
إله الناس أيشي ما إلوي الناس شجاه الناس شجاه الناس شجاه الناس أيشي ما إلوي الناس شجاه الناس انتي صرتي مشكلتي المحبة والخلاص انتي عذابي وحيرتي وصمتي انتي صرتي مشكلتي المحبة والخلاص انتي عذابي وحيرتي وصمتي يبعدوني يضيعوني يبعدوني يضيعوني لعبال الوهم والشك كل ظنهم ينسوني لعبال الوهم والشك كل ظنهم ينسوني تنسوني 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 أنا حبها سرق.